بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفلوق هذا إن شاء الله راح تشوفوه خاص إلا بالأبقار ليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، ونحن متواجدين في سوق بلدية الأربعاء ولاية البوليدة. السوق هذا اللي فيه الأبقار، الكباش، المعز والأحصنة والأعلاف الخاصة بكامل المواشي. دوك نبداو نشوفوا السلعة اللي راهي متواجدة هنايا في السوق، وإن شاء الله نجيبوا لكم الأسعار. ولا ناس حبت تمد لنا أرقام الهواتف كذلك، ماشي مشكل حنايا باش نعاونوا خاوتنا إن شاء الله. صحيت، ماشي مشكل، ماشي مشكل، ماشي مشكل. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. جاب لنا وكارف، وكارف يا اخي هذوما وكريفات، الله يبارك. حاجه شابه بزاف ما شاء الله، الله يبارك. راهم كامل يعني راهم بالخاتم تاع البيطري، والله الحمد لله ربي هنيك خويا العزيز. لا بس وكريفات تاع تربيه ما شاء الله. 16 ونص قالوا لنا الجمله. نعم قالوا لنا 16 ونص. 16 ونص جمله، الله يبارك. يعني 16 ونص كحله والبيضه، كحله والبيضه. دوك هذوما ان شاء الله يروحوا حليب ولا يروحوا كسيبه، كسيبه هذوما، الله يبارك ما شاء الله. انسان اللي يحب يكسب سخ الاربعه كذلك موجودين ابقار ما شاء الله لهنايا. تقدروا تزوروا السوق هدايا لي بالجمعه، يزوروني في الكوري ها. الله يبارك صاوليك خويا يعني حبيبي. كل جمعه راهو هنايا متواجد، في كل جمعه راهو هنايا في سوق يعني الاربعه صراحه، وناس اللي يجيبوا لنا ابقار. عيطوني ولا غنعيطوني جماعه كيما وجيت لي في التليفون. صافي بليزير يعني هاكو تسمعوا كيما قال لكم، انا علاش نديروا هنا الفوسيب من الغردايا جاي، من الغردايا غردايا. راكو تسمعوا جاه من الغردايا، الله يبارك. جاه من الغردايا ما شاء الله. الله يبارك. تعطيني الرقم هكذا المباشر يا خو عندك؟ زيد لي بزاف، زيد 055 97 دبل زيرو 78. اي بوكرا كيما قال لكم في الرافيكو، اي حاجه خصكم في الابقار ولا ماشي كامل المشكل. زيد دير له فيديو لهذاك، دير له تعدك ثورة. اذا مع هنا كذلك احنا دائما احنا نحرصوا على ناس، كاين ناس تحب تقول لك كاميرينا وكاين لا لهذا، احنا لازم احنا اللي يهمنا هو الحيوان يعني، ولكن خونا لا لا قدامي باش قال لك لا لا، قال لك لا لا. الله يبارك لكم. لا لا معلي هادو في الموبيليار ياك، هادو في الموبيليار ما شاء الله، الله يبارك. هادو شحال يكونوا السن تاعهم هادوما؟ وكليفات هذوما عندهم وكليفات، الله يبارك. وكليفات مازال ما كسروش، مازال ما كسروش ما شاء الله. لا لا حاجه مليحه كما قال لكم، حاجه حره. شحال سوق؟ مولا 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 غريب. لا لا مولا مريح ديسكري يا اخو. لا لا غير مولا غريب. شحال اخو؟ شحال اخو خونا السوق؟ لحقوا 41 و400 في زوج يا اخي، 41 و400 في زوج، الله يبارك. احنا دائما قلت لكم قناه ناصر تي في تحرص باش ما تقيش الناس، لانه الوجه يعني حاجه بريفي، ولكن حيوانات ماشي مشكل. خويا نقول لكم بارك الله فيكم، يعطيك الصحه. كذلك مع خويا لهنايا جاب لنا وكريفات شابين تاع تربيه ما شاء الله. بالمناسبة كامل كامل الأصناف تاع الأبقار كاين، الحليب كاين، موس كاين، نقريسة كاين، يعني كل حاجة موجودة الله يبارك. وقت شحال داروا شيخ؟ 35 ونص حلال كما قال لكم في زوج، الله يبارك. بعد خراب شوية؟ مازال شوية، مازال شوية، ماشي بعد، ماشي بعد، الله يبارك. خونا نقول لك ربي يرزق إن شاء الله ويعطيك الصحة، الله يبارك. هذه ما كانش مولاها مع البنات، هذه في الموبيليار ياك يا أخي، ما كانش مولاها. مسكينة مشي أنا شوية ولكن لازم لها شوية قريسة يا خويا. جوزو جوزو عند خويا لهنا كذلك جاب لنا وكريفات لو كارف هذو شابه، الله يبارك. ما شاء الله انسان كيما قال لكم تاع خونا عبد الحق، الله يبارك. بالمناسبه كيما خونا قال لك ماشي مشكل يعني صوره، الله يبارك. صافي ان كرون بليزير. نحيو خونا عبد الحق اللي راهو من هيك كذلك، خونا رضا، خونا رضا كذلك نحيو بالمناسبه، الله يبارك. هذه هي هكذا يا خويا هنايا سان امبيونس لاكو تشوفوا هنايا في سوق الاربعاء يعني. انا الله يبارك
صافي بليزير يا خويا، بارك الله فيك. نحيي وقتكم خونا رضا بالمناسبه. رضا منين جيتنا خويا؟ ولا تجبل. لا تجبل، نحييهم بالمناسبه. الله يبارك. راكو تشوفوا ما شاء الله دوك كيما هذه شحال سوات خونا؟ سوات 18 مليون. الله يبارك، ولكن ما شاء الله مكلفه. الله يبارك. وين عندكم كوري انتم خونا؟ حنايا من الشبلي. في الشبلي. الله يبارك ما شاء الله. الشبلي ولايه البليده. في ولايه البليده بيان شاء الله. هاي ما شاء الله. الله يبارك. كذلك عندنا هذه راكم تشوفوا سلعة موجودة ديكترا. الحاج واش راك؟ لاباس بخير ما شاء الله. عندنا الحاج شحال في عمرك؟ تقريبا 80. الله يبارك. راكم تسمعوا 80 سنة. الله يبارك يا ربي يطول في عمره ان شاء الله يلحق لنا ال 100 ويديبازي باذن الله ويا ربي يخلي له صحته. راه في السوق اللي هنايا راكم تشوفوا شيخ، يعني واش تيدير هنا في السوق؟ هكذا. الله يبارك. صافي بليزير والله غير صافي بليزير. راكم تشوفوا ربما ديجا تاع 25 ولا 30 راهم راقدين وتاع 80 سنه. الله يبارك. راهو هنايا في السوق. شيخ يقول لك ربي يطول في عمرك ويعطيك الصحه سي جونتي، بارك الله فيك. قول لهم الاولاد العشيه ان شاء الله في الليل، قول لهم يديروا لك قناه ناصر تي في يا اخي شيخ. لا لا راجل زين ما شاء الله. هاوليك يعني اللي كنت نتكلم معاه يعني ما شاء الله. الله يبارك. قول لهم الدراري يديروا ناصر تي في هكذا باش تشوف روحك ان شاء الله. ناصر تي في خويا. كذلك يعني لو كارف راهم موجودين بكثره. الله يبارك. اليوم هنايا في سوق لا رفع خويا واش راك؟ صباح لاباس. هذه ما تاع تربيه كذلك ما شاء الله. ربما كاين ناس تقول لك البيع ما كاش ولا الحمد لله الناس عامليك، ناس تشري ناس تبيع، يعني الحمد لله ما شاء الله. احنا نتمناو باقا تبارك يهبطوا لنا في الالف، هذا هو المشكل الكبير باش ان شاء الله الناس تقدر تخدم. كذلك المشكل تاع المواله، هما لم يبيعوا لنا غالي يعني ضافوا لك شخص من اصحاب الكباش، شغل ما عطاولهمش هذيك شويه باش ياكلوا هكا شغل مولا ويبيع غالي. بارك الله فيك. يعني اذا نورمالمون دوك انسان اللي ينتج ولا يبيع شيء رخيص لانسان يعاود يبيع من حقه هو كذلك، راه يتعب ويجي وترونسبور وكلش، لهذا عاونوهم شويه يعني. اذا بالمناسبه نحيوا خونا كذلك راه متواجد هنايا في سوق الاربعه. السلام عليكم اخي واش راك؟ لاباس بخير بيان. مناسبه تاع الزياره لسوق الاربعه وشنو؟ تشري ولا تبيع ولا؟ الله يبارك. صافي ان كرون بليزير. من جيتنا انت يا خويا؟ الشبلي. وجانا من الشبلي كذلك يعني ولايه البوليده. صافي ان كرون بليزير خويا. كاش ديديكاس ولا ماشي مشكل لحبابك لخاوتك ولا؟ عندي محمد عادل خويا يا خويا. صافي بليزير ان شاء الله يشوفوا قناه ناصر تي في هكذايا باش يشوفوا ديديكاس هذا خونا. نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحه خويا واش راك؟ صافا لاباس اخي. كذلك جاب لنا وكريفه هديه ولا وكريف؟ خونا وكريفه ولا وكريف هذيك؟ وكريفه ولا وكريف؟ الله حطيتوني في امين على بالي. امين امين قبيح يا خويا. امين قبيح. هاو امين قبيح. وكريفه هذا راه شاد هذا ندم عنده المكلفه تاع هذا يا خويا. الله يبارك. صافي فليزير وخونا حبيبي الله يبارك لي. كذلك كل جماعه هنايا في سوق الاربعاء ما شاء الله ناس اللي تعودوا ان شاء الله. لا لا ما شاء الله الله يبارك خويا. هذا كل جماعه لقاه لهنايا. صافي انت احنا ب 14 سويه ب 15 ماشي حاجه ماشي حاجه يعني اعطي له يا خويا. كذلك خويا صافا خويا العزيز لاباس. هبط السوق راكم تسمعوا قال لكم هبط السوق ان شاء الله يا خويا. صافي علاش هبط السوق؟ علاش هبط السوق؟ هبط السوق يا عمي دبون. الله يبارك يا خويا نحيو الله يستر. ناصر تي في خويا هكذايا صحيت خويا. هذه صراحه يعني اجواء رائعه هنايا في سوق الاربعه راكم تشوفوا لهذايا ما شاء الله. خونا كذلك جاب لنا. السلام عليكم وكليفه ولا وكليف هذا؟ الله يبارك. شوفوا شحال ان شاء الله. بيان سير خويا العزيز قلت لكم دائما قناه ناصر تي في تحرص يعني على الناس يا خويا باسكو هذا الوجه هو حاجه بريفي لانسان نقدروا اللي حب الكاميرا وماشي مشكل، اللي ما حبش يعني هذه حاجه حقه صراحه. الله يبارك. شحال سوات هذه خونا؟ سوات 12. اي بعيده قريبه؟ هاي بيبي شوفوا مسكينه يعني عليك. الله يبارك ما شاء الله خونا. قول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحه.
جوزو عند اخينا، اخينا ما يحبوش الصور على كل حال. ما شاء الله جاب لنا العربيات هذوما وكريفات، لو كان فادو وكريفات ما شاء الله هذوما كاين يعني نعرف ان شاء الله تكون تشكو العزيز الله يبارك دوك هذوما شيخ نسقسيك برك بارك الله فيك. هذو شريتهم تاع عند ولدي ولا تربيهم تواك؟ ما شاء الله صافي بليزي راكم تشوفوا رباهم يعني صراحه تعب ماشي حاجه سهله. سو 19 خويا قول لك بارك الله فيك وربي يعينك سي جونتي. كذلك هذه هي والله الحمد لله اخويا لاباس. السلام عليكم واش راك خويا؟ صافا لاباس بيان. يعني اليوم رانا معكم غير مع لوكارف صغار لانه راهم متواجدين بكثره. هذا شحال السن تاع اخونا هذا؟ هذه عام وزياده. عام وزياده الله يبارك. وشحال دارت؟ دارت 13 ونص. دارت 13 ونص 13 مليون ونص الله يبارك. السلام عليكم واش راك خويا؟ صافا لاباس؟ بيان سور بيان سور. مع خونا كذلك جاب لنا زوج وكارف ولا وكريفات هذوما؟ وكريف 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 الله يبارك. شحال داروا؟ 36 ونص 36 مليون ونص. خونا نقول لك بارك الله فيك خويا وحبيبي الله يبارك واش راك مون فلان؟ صافا انت ما نصوروكش بيان سير نصورو الابقار صافا. هذايا يعني اللي نلقاوه في سوق خروبه كذلك تلقاوه متواجد في حوش المخفي واليوم جاب لنا يخدم يعني الابقار ويخدم الكيباش الله يبارك. هاي الله الله يبارك. هنا كذلك جاب لنا هذه كريفه الله يبارك. اجلسوا هكذايا صحيت. اذا هاديك خويا العزيز قلت لكم دائما نعاودوا نحرصوا انسان اللي يحب حنا صافي ان كرون بليزير وانسان اللي ما يحبش هذه حاجه حقه كما يقولوا. صافا خويا العزيز لاباس يا خي جبت لنا بصح وكريفه ما شاء الله 15 و300. هذا وليدك هذايا؟ وليدي الله يبارك ما شاء الله ربي يحفظه. صور لي واش عطاو لك اخويا؟ الحاج الله يبارك الحاج الحاج يا وحشي شوفوكم كلاينكم شوفوكم كلاينكم في التليفون يضحكوا عليكم. هذا الحاج تاع العراس تاع العراس وقال لكم الحاج هذه تاع مناسبه الله يبارك صافي بليزير يعني والله الله يبارك لا الحاجات ان شاء الله الله يبارك. مهدي بيان سير الله يبارك. مهدي شباب بزاف ما شاء الله ربي يبارك هكذا ربي يطول في عمركم يعطيكم الصحة بارك الله فيك. السلام عليكم واش راك خويا؟ صافا لاباس؟ خونا جاب لنا العربية هذه بالمناسبة كذلك شيخ وكريفات لو كارف هادو وكريفات الله يبارك ما شاء الله. هو شحال داروا شيخ؟ 30 ونص. داروا 30 ونص ما شاء الله. شيخ يقول لك بارك الله فيك ربي يرزق سي جونتي صحيح. إذا مع خونا اللي هنا كذلك جاب لنا زوج وكريفات لو كارف. زوج وكريفات ما شاء الله شابين خوتي شوفوا ما الله يبارك. تغدوا شحال يكون السن تاعهم هذوما؟ وكريفات مازال ما كسروش. مازال ما كسروش كامل الله يبارك. شحال اخو السومه؟ 45 عطاوني 45 عطاو له 45 ولكن حاجه شابه. الكوري تاعكم وين جاي قولي؟ خميس خشنه. خميس خشنه الله يبارك راهم في ولايه بومرداس خميس خشنه وهذا كل جمعه تلقاوه كذلك لهنايا في سوق الاربعاء. خويا قول لك بارك الله فيك يعطيك الصحه. صحيح مع خونا كما قال لكم هادوما 30 ونص جاو من فرنسا الله يبارك. هادوما نورمالمون مولاهم راهم جايا شابين حاجه نقيه تاع تربيه سامونا ب 31 ونص يعني نقدر نقولوا 15 مليون للوحده ولكن شابين. خونا قول لك بارك الله فيك وربي يرزق يعطيك الصحه ان شاء الله. كذلك هادوما ما شاء الله الله يبارك شوف دائما تاع تربيه حاجه شابه الله يبارك. في الموبيليار تيجور يا اخي موبيليار الله يبارك. وين عندكم كوريتم اخونا؟ في الرافيكو الله يبارك ما شاء الله سلعه الله يبارك 31 ونص كيف كيف يعني سوما كيف كيف. خونا نقول لك بارك الله فيك وربي يرزق ان شاء الله يعطيك الصحه. اذا نختم معكم الفيديو مع الوكيل هذايا الله يبارك.
هذا راه يقول مازال ما سامولناش. اذا هكذا ما تنساوناش بدعوى الخير، يعني الفيديو هذا راح غير وكالف صغار، لهذا كانوا متواجدين بكثره. نقول لكم تهلاو في رواحكم، قناه ناصر تي في تحييكم، سلام.